اللي موجود قدامنا ده ممكن يكون مصدر خطورة عليك وعلى ممتلكاتك وعلى كل أملاكك. ليه؟ لأن إحنا بنحذر المواطنين والمحامين اللي بيكتبوا عقود البيع والشراء بالقلم ده. القلم ده موجود في السوق تمنه 20 جنيه، وجواه أستيكة في غطاء زي ما انتم ما شايفين كده. الحبر بتاعه ممكن يتمسح، يعني ممكن يتكتب أي حاجة ويتم مسحها زي ما انتم ما شايفين كده، ويتكتب غيره أو يتعدل في قيمة مشتريات أو يتعدل في قيمة شيك. أرجوكم انتبهوا كويس، القلم ده هتلاقوه مطبوع عليه بخط صغير على طرف. يا جماعة يا ريت نحترس جدا، أو ممكن دلوقتي أهو زي ما احنا ما شايفين نقدر إن احنا نشيل أي كلام ونحط كلام تاني خالص، ونشيل اسم ونحط اسم تاني خالص. فياريت إن احنا نركز وإن احنا نشوف القلم اللي احنا بنكتب بيه يكون قلم حبر جاف غير القلم اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انتوا شايفين اهو بيمسح كل حاجة مكتوبة بالقلم، بيتم مسحها. أرجوكوا أرجوكوا.